إلا بغاو يعني يخدموا في لازونفون عشان كيتسبب حدا راه خدام في اوروبا تبقى غير مخدم في اوروبا. يمكن تعنا واحد يعني فرقه من الشباب الالماني وهو سيدي بي مع جيتا زد اللي هما كيقلبوا على شركات اللي غادي يكونوا معهم في شراكه في المستقبل. هادو كيزوروا المغرب ككل، كانوا في المحمديه، شافوا في مناطق صناعيه وكيشوفوا بعض يعني الشركات اللي تقدر تكون معهم في الشراكه في المستقبل باش يمونطيو ان بروجي. حنا كنقلبوا لهم على الشباب ماشي على الشركات القديمه، كنقلبوا على الشركات الصغرى المتوسطه جدا اللي هما اخوان ولا الشباب اللي عندهم مشاريع يعني في رافعينها في الحجم ديالهم باش نقدموا لهم هاد الناس هادو باش يكون معهم تعاون، وخاصه مع لا شامبر دو كوميرس كتعاونهم لا في على حساب القروض البنكيه، على حسب المواكبه، على حسب التكوين، على حسب الكسب ديال الارض باش تكون بواحد الثمن اللي هو مناسب. انتم كتعرفوا الدار البيضاء اللي هي مقرض فيها شويه العقار، ولكن حنا كنحاولوا نشوفوا لهم المناطق الصناعيه اللي تولم المشاريع اللي حاملين هاد الشباب الالمان مع الشباب المغربي، وبغاو حتى في الداخله، بغاو حتى في العيون، بغاو في طنجه، بغاو في الناظور، بغاو في وجده. يعني حنا كنساهموا فين ما بغاو البروجي، فين ما بغاو يعني شركات، الا حنا كنوجد لهم الشريك المناسب اللي كيمشي مع التوجهات ديال هاد الشباب هادو اللي هما شركات كبرى، منهم مرسيدس، منهم الطاقه المتجدده، منهم القطع الغيار، منهم الطاقه الشمسيه، منهم اللي كيدير ترونسبور، منهم اللي كيدير لوجيستيك. يعني كاع هادو كاين شركاء ان شاء الله غادي يكونوا في المستقبل مع الشباب المغربي.